السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. صدق الله العظيم. في الحلقة اللي اتكلمنا فيها عن السحر قبل كده، حاولنا نقدم معلومة أو مساعدة بسيطة للشخص المصاب بالسحر، نساعده من خلالها إزاي يتخلص منه ويرجع يعيش حياته بطبيعتها ويستمتع بها تاني. وعلشان عودناكم دايما في برنامج استراحة على المصداقية وعلى الشفافية، واننا دايما بنستعين بأهل العلم والدين وأهل الخبرة في كل موضوع وقضية احنا بنتكلم فيها، وده طبعا علشان منهجنا دايما ثابت في كل اللي بنقدمه على فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علشان كده هتلاقوا كل كلامنا مبني على أسس علمية ومستند على أدلة شرعية دينية، الغرض منها إنها تحمينا وتحفظنا وتحصننا من كل شر أو ضرر أو سحر، وعلشان ما نبقاش فريسة أو صيد سهل في إيد أي ساحر أو دجال. مساء الخير على السادة المشاهدين والمتابعين، وحلقة جديدة من برنامج استراحة، واللي هنكمل فيها كلامنا اللي بدأناه قبل كده عن السحر، أسبابه وأضراره وإزاي نعالجه، وده طبعا بناء على استجابتنا لإصراركم وطلباتكم على أن يكون موجود معنا الشيخ الفاضل الشيخ الكبير مندور محمود زيدان، المعالج بالقرآن الكريم والسنة النبوية، والذي له باع طويل في هذا المجال والعلم الكبير، واللي زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت أن ليه صولات وجولات مش في محافظات بس، ده في الدول العربية التانية، واللي كان كلامه واضح ومفهوم وبسيط قدر يوصل لناس كتير ويكون مفتاح خير ليها هي مش عارفة تعمل إيه في المواضيع دي، ولا عارفة تروح لمين ولا تتعالج إزاي. علشان كده حبينا نستضيفه للمرة التانية واللي مش هتكون الأخيرة إن شاء الله. خلونا نرحب بيه الشيخ مندور. مساء الفل عليك يا شيخ مندور. الحمد لله. طبعا سعداء للمرة التانية مع حضرتك، وإن شاء الله هتكون في حلقات تانية جديدة كتير بإذن الله. نستر معاك. طبعا مش هقول لواحدة، هيكون معايا زميلتي الجميلة اللي بكون مبسوط جدا إن أنا معاها، الأستاذة فاطمة السعيد. أهلا وسهلا أستاذة فاطمة. مساء الخير يا محمود. أهلا وسهلا بيك. مبسوط جدا إن أنا معاك طبعا. أهلا بيك، إزي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ إحنا مبسوطين جدا بوجود حضرتك معانا. سعيدة برأيكم الله. مش هخش في الموضوع على طول وعشان إيه نكسب وقت، أنا عايزة أقول الحسد مذكور في القرآن وأزمة كل البيوت. عايزين نعرف بس أسباب الحسد وعلاجه، وخصوصا إن أنا وأنا بذاكر كده اكتشفت إن أول خطيئة ارتكبت أو أول ذنب ارتكب في الدنيا كان الحسد، كان من إبليس لسيدنا آدم، فعايز أعرف رأي حضرتك في الموضوع ده. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه سيدنا محمد. أولا باختصار شديد عشان وقت الحلقة وعشان الناس تطلع باستفادة كويسة، صحيح، وعشان يبقى نعرف يعني إيه حسد ويعني إيه عين. أولا هنتكلم عن معنى الحسد. الحسد الحسد في اللغه والاصطلاح اصطلاحا هو ده المشهور عننا، اننا نعرف يعني ايه اصطلاحا. اصطلاحا معنى الحسد هو تمنى زوال النعمه، ماشي، ويصدر من نفس خبيثه، انا كره الانسانه ديت فكره النعمه اللي هي فيها. بالظبط ده ايه الحسد. طب هو كره ولا غيره؟ معلش يعني انا غير ان هي في حاجه كبيره وان انا مش قادر اوصل لها. والله بتبقى معتمد على الشخصيه اللي قدامك. انا حاقد على الاستاذه فاطمه او الاستاذ محمود حاجه من جواه من داخلي انا حاسده عليها. تمام تمام، يبقى هو ايه؟ تمنى زوال النعمه من الغير. تمام. طالع منين؟ يصدر من نفس خبيثه. طب العين هي النظره الى شيء المقبل بقصد الاعجاب. يعني العين دي انا عجبتني حاجه في الاستاذ محمود، اديته عين بسيطه. تمام، بس مش بقصد ايه؟ مش بقصد الضرر. تمام. طب الفرق بين العين والحسد؟ الحسد اعم واوسع. الحسد ايه؟ اكبر، اعم واوسع. فكل عائن هو حاسد. تمام، وليس كل حاسد هو عائن يكون ايه؟ عائن. الله يفتح عليك. لكن العين تقع على من يحب ومن يكره. العين بتقع على مين؟ الحب ويكره. يعني مثلا نظرة العين مختلفة. ممكن الامه والاب او اي حد يحسد ابنه عمل موقف حلو كده، ما قالش بسم الله ما شاء الله، ممكن يحسده. مش احنا عندنا بنقوله او في مكان الارياف ما يحسد الملل لاصحابه؟ صحيح. ماشي، فكل واحد ممكن يحسد اي حد بطريقه هو ما يقصدهاش، هو مش قصده السحر. الله يفتح عليك. مش قصده قصد الحسد. الله يفتح عليك. طبعا معلش يا شيخ مندور، هو النهارده طبعا مع عنوان حلقتنا هيكون عن السحر والحسد، اسبابه وطرق علاجه. اتفضل يا شيخ مندور. تمام، اللي حابب طبعا يعمل اي اتصالات او اي استفسارات للشيخ مندور ان شاء الله يكون معانا. كده احنا عرفنا حسد العين بالبساطه. تمام تمام، لكن في عين متراكمه، في عين متجمعه، في عين في وسط جماعه. في الحسد اصعب من السحر. الحسد اصعب من السحر. اصعب من السحر، يعني احنا لما نروح نعالج اي حاله عندها سحر بيبقى عندها حسد، بعالج الحسد قبل السحر. لان الحسد ده طول ما هو في الشخص
سبب المجال. أيوه. تمام؟ طيب احنا عشان بقى الباب ده واسع هنتكلم على العلاج مباشرة. تمام، احنا قلنا انواع ونتكلم بقى عن احنا كده. اسف، هو العلاج واحد ولا برضو كل حاجة؟ لا، كل حاجة لها حاجة. يعني ما ينفعش انا عندي سحر مشروب ادي لك علاج سحر مأكول. ما عنديش علاج سحر مرشوش اديك سحر مدفون. ما عنديش عين اديك علاج سحر. لا، يعني كل حالة لها لا العلاج. كل حاجة لها علاج، لكن الرقية الشرعية للكل. للكل. في رقية العين، في رقية الحسد، في رقية المس، حسب التشخيص. صحيح. يعني أنا شخصت الأستاذ محمود كذا أو الأستاذة فاطمة كذا عندها مثلا عين، يبقى أقرأ عليها رقية العين ورقية الحسد ورقية السحر، لأن هتلاقي عندها أثار برضو من الحاجات دي. بس لو حضرتك كنت بتقول إن الواحد لازم يقول بسم الله ما شاء الله في كل حاجة، يعني سواء أنا عيني بتحسد أو ما بتحسدش لازم أقول على شيء بسم الله ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء ما شاء الله. فلازم نقول بسم الله ما شاء الله في السراء وفي الضراء وفي كل حاجة. صحيح. على النعم في كل حاجة أذكر بسم الله ما شاء الله. طيب خلينا شيخ مندور قبل ما حضرتك تدخل في طرق العلاج ناخد أستاذ خالد من القاهرة. أهلا أستاذ خالد. أهلاً وسهلاً. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو حضرتك معاك أي استفسار أو أي سؤال للشيخ مندور اتفضل حضرتك. حضرتك أنا مش عارف إن أنا أسأل عليه ليه علاقة يعني بالحلقة بحلقة البرنامج ولا لأ. اتفضل. أنا عايز أسأل على حاجة معلش. اتفضل يا فندم. ممكن بس إديني آخد دقيقة بس من وقتك أحكي اللي أنا عايز أحكيه. اتفضل يا فندم اتفضل. هو حضرتك أنا يعني أنا عندي دلوقتي 24 سنة. تمام. من وانا صغير انا ما فيش حاجه يعني ما فيش اللي هو ايه ما فيش خطوه باخدها ناجحه في حياتي. ده كده على طول ما مش عارف اصلي، مش عارف اواظب على الصلاه. يعني بصلي ممكن اصلي مثلا يومين ثلاثه منتظم وبعد كده ما اصليش تاني. تمام. يعني ولا ناجح في شغلي ولا ناجح في اي حاجه في حياتي ولا عارف حتى اعمل زي اصحابي مثلا ان انا اشيل فلوس وعشان اخطب ولا اتجوز. ثلاث ارباع صحابي كلهم حضرت افراحهم وكلهم اتجوزوا. مش عارف حياتي فيها حاجه غلط. وبحس ان انا حتى يعني مثلا ربنا سامحني اللي هو مثلا ممكن اسمع الاذان فاهمني ما ارضاش ان انا اسيب الاذان على التلفزيون. بقلب على طول لو مثلا في قران ولو بقلب في التليفون مثلا فاتح فيس او حاجه في قران قابلني او حاجه. تمام يا استاذ خالد. يعني طبعا هو اولا ربنا يوفقك يا رب في كل خطوه ان شاء الله في حياتك، وان شاء الله جوابها يكون اكيد مع الشيخ مندور ان شاء الله. طب حاله زي كده شيخ مندور بيكون ايه؟ والله استاذنا هو اهم حاجه بتسال على الاعراض اللي عنده. هل بيجي له صداع على طول؟ هل بيجي له خنقه بين العصر والمغرب؟ دي في اعراض يقظيه واعراض مناميه. لو ذكرنا الاعراض اليقظيه صداع متنقل، وجع في المعده، انتفاخ، خنقه بين العصر والمغرب، تنميل في جسمه، عايز ينام على طول، كسلان على طول، همدان على طول. طيب دي الاعراض اليقظيه. الاعراض المناميه، هل بيحلم ان هو بيشوف ان هو في امتحان على طول مش عارف يحل؟ هل بيشوف تعابين؟ بيحلم ان هو من على المكان عالي؟ انت حققت هذه الاشياء يبقى ده عنده. طب خلينا نقول برضه ان طبعا الارقام الشيخ مندور موجوده على حضرته قدام الشاشه، برضه اللي حابب يتواصل معاه بعد الحلقه ان شاء الله الارقام موجوده باذن الله. تمام. اتفضل. انت حققت هذه الاعراض اليقظيه والاعراض المناميه يبقى عنده ايه؟ يبقى ده ممكن يكون عنده يا سحر تعطيل يا حسد شديد عنده. هو بيقول من الصغر وهو كده يعني. لا. مفيش حاجه من صغره بتتوفق معاه، كل حاجه ماشيه بالعكس. ما معاه. بص بقى برضه هو ذكر حته بيقول الصلاه مش الصلاه. أيوة. الله سبحانه وتعالى قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونعم بالله. انا بعيد عن ربنا وعاوز ربنا يديني كل حاجه. ما هو مديني الصحه ومديني الكليه ومديني عين ومديني كل حاجه. طيب لو حبيت تقول له نصيحه حضرتك تقول له يحافظ على الصلاه ويحافظ على صلاه الفجر ويحافظ على سوره البقره. طب ما هو معرض عنها، هو مش قادر يعمل حاجه زي كده. ما فيش حق. لا يقاوم استاذ، او يروح لراقي شرعي بجوار منه لو كده. مش بعيد عن في راقي شرعي يكون عنده دين وعنده تقوى، مش ساحر ولا دجال ولا مشعوذ ولا الحاجات دي، يقرا على الرقيه الشرعيه. تمام. نرجع بقى لطرق العلاج بتاعه الحسد. اولا عشان بس في عيل بيبقى محسود وفي شخص كبير بيبقى محسود. العيل الصغير المحسود انا دلوقتي عشان اعرف ان هو محسود، عشان الناس كلها ممكن تقول لي يا شيخنا بعد اذنك انا ابني بيعيط وهو نايم على طول. انا ابني بيكز على اسنانه وهو نايم على طول. طالما بيكز على اسنانه وبيعيط وبيشاور على حاجه في الحيطه يبقى امه فيها مشكله. يبقى امه ايه؟ امه فيها مشكله. يبقى تعالج الام. تمام؟ سبحان الله. تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه الاب ممكن يحط ايده على راس العيل. تمام. ادي راس العيل اهوت، احط ايدي على راس العيل كده واقرا الفاتحه ثلاث مرات. تمام. وانفص على بسم الله من غير ريق. تمام. وسوره الفلق وسوره الناس وايه الكرسي والمعوذتين. تمام. كل الايات ديت خلصتها. انا برضو الحسد مأثر على الولاء. اجيب زيت زيتون
ادي زيت الزيتون استاذنه واحط نفسي فيه واقرا فيه سوره الفاتحه، الفلق، الناس، الاخلاص، الزلزله، امان الرسول، ايه الكرسي مع الادعاء النبويه، اعوذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن شر ما ظرأ وبرأ ومن شر ما يكمل بالليل ويكمل بالنهار. ثم ندهن جسد الولد بالكامل. لو الام هنزود على الجرعه بتاعت الام مسك اسود، مسك اسود، مسك اسود، وتدهن الجسد بالكامل وتسمع رقة العين والحسد مكررة صباحا ومساء ثلاث مرات في اليوم. وهل الحاجات دي متوفرة في إتاحة الناس كلها ولا ده عند المعالجين فقط؟ لا، عند العطارين في أي محل عطارة هتلاقي زيت الزيتون، بس أهم حاجة يكون زيت زيتون نقي، زيت نظيف، لأن أنت هتستخدميه في العلاج وممكن تستخدميه في الأكل. طب معلش اسف، هو في فرق بين المسك الاسود والابيض؟ يعني في ناس بتكتب وتقول لك ابيض واسود. لا، هو المسك الاسود اسود. لا يعني في فرق بين اللي هو مثلا طرق العلاج نفسها، يعني هو مثلا افضل حاجه، افضل حاجة في العلاج هو المسك الاسود. الاسود المسك الابيض يعني معذره بيستخدمه بعض الاخوه اللي هم بيقول لك انا معايا خدمه مسلمه. طبعا هو هو حابب حاجه زي كده، لكن المسك الاسود الجن اصلك او الشيطان الحاسد بيشمئز منه. حتى انت لما تقول ده الراجل ده حاطط مسك ده صعب، تفهمني؟ فبيبقى ايه متضايق هو. بقى شوف بقى، ده انت بشر بتبقى مخنوق منه، صح؟ ما بالك بقى لما تحط على جن ولا حاجه زي ديت او انسان مسحور او محسود بيبقى شديد عليه. طيب خلينا برضو نقول ان الحسد زي ما قال الشيخ مندور فيه انواع كتير وفي اشكال وليه طبعا طرق علاج كتير، بس خلينا نروح للسؤال الثاني اللي هو بقى اللي احنا بنقول لك ده واحد معمول له سحر، ده واحد مش عارف معمول له عمل، ده واحد مش عارف ايه، ده واحد مش عارف ايه. طبعا دي لها انواع كتير ولها اسباب كتير ولها طرق علاج كتير، بس هل هنا السحر هو العمل ولا دي مسمياته هو واحد اصلا؟ اولا الدجالين والاسحار يقول لك ده معمول لك عمل. الاخ المعالج بالقران الشرعي يقول لك السحر، لان هي كلها مسمى واحد. بس بتختلف. يعني ايه عمل وسحر؟ ما هو ده سحر، هو جنب وظيفه واحده. فهو ليه انواع كتير. حضرتك قبل الهواء قلت لي ان السحر ده ليه تنوعات كتير وليه حاجات كتير. لا ده السحر ده بقى خش بقى مجال واسع. يعني في بعض الائمه بيقول لك ان هو 10 اقسام، وفي منهم بيقول لك 13 قسم، لكن المشهور يعني في 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 دوله مصر سحر التعطيل. اسحار التعطيل اللي هو وقف التعطيل. وقف الحال، وقف الزواج، بشغل العمل، في اي مشكله. طب لو واحده كان عندها سحر تعطيل قبل الجواز واتجوزت، بعد الجواز بتحول لسحر تفرقه، طلاق، طلاق على طول بشرط، مشاكل على طول ونزاعات على طول ومشاكل ومحاكم. يعني مش عايز اقول لك، مش عايز اجزم ان اقول لك 60 الحالات للطلاق في مصر بسبب السحر. يعني على ممكن برضو تتم فتره الخطوبه عادي وبعد الجواز برضو ممكن يحصل تفرقات. يعني لان هو ربنا ولما هم بضرين به الا باذن الله. كان سيدنا النبي معمول له سحر. ايوه، اللي عمله له لبيد بن الاعصم. ايوه، وكان لبيد بن الاعصم يعني من يعني متمكن في السحر، ويعني يعرف ايه طرق السحر، ويعني يعرف مش زي اليومين الناس اللي طالعه في اليومين دول سحره ويقول لك انا اقول لك حاجات برامج ووردات وازاي تعالج. لا ده كلها سحر. مع الاسف يا شيخ منظور في ناس كتير ما بتقتنعش بالسحر ده وبتقول لك انا بقتنع بالعلم، ما فيش حاجه اسمها سحر وما فيش حاجه اسمها. يبقى انت بتكذبي كلام ربنا. لا مش انا حضرتك، هو في بعض في طائفه من الناس، في بعض من الناس تقول لك ايه سيبها على الله، ما فيش سحر، ما فيش مش عارفه. طيب ايه. طب يا ست الكل، سؤال بعد اذنك، مش ربنا سبحانه وتعالى قال موسى ما جئتم بالسحر ان الله سيبطله؟ سيبطله، تمام. نعم. قال الله تبارك وتعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناها باء منثورا. تمام. قال الله تبارك وتعالى واوحينا الى موسى ان القى عصاك فاذا هي تلقف ما يفكون وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وسحره فرعون يعني. تمام. سحره من زمان اصلا، يعني سحر اللي كانوا عاملينه في فرعون ده سحر تخيل. صحيح. وسيدنا موسى عشان ربنا معاه فالقى عصاه فاذا هي تلقف ما يفكون. طيب ناخد ام احمد من الشرقيه. اهلا ام احمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك لو في اي استفسار او سؤال للشيخ مندور هو مع حضرتك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا ام. اتفضلي حضرتك. يا حضرتك تحت امرك يا ام. دلوقتي انا كنت تعبانه انا وابني. تمام. ورحنا لكذا شيخ عندنا يقول لي ابنك تعبان منك انت. عشان انت عندك جن عايشه. ادوني نسك وعسل وزيت زيتون وقرأوا قرآن وحاجات من ديت والرؤية والحاجات دي. هدت عليا الدنيا وبقيت خاف من الشقة وأصلي وما صليش وتعبت وأعصابي تعبت وتعبانة لحد الآن.
وعملت الحاجات دي فترة وقطعتها، ومش عارفة ايه حكاية الجن العاشق، هل هو بيروح مع القرآن ومع الحاجة دي او بيفضل مستمر في الجسد وبيتعب العيال او لا؟ تمام. حد بس تسألها سؤال ولا حاجة مثلا يا شيخ مندور؟ طب يا استاذتنا الفاضلة، يعني انت بتشتكي من معدتك على طول؟ ايوه، معدتي الاول كانت تعبانة على طول، وكنت برجع وشلت المريضة بسبب تعبان معدتي ده. طيب يا ماما، انت في حلم بيجيلك في المنام متكرر؟ على طول انا واولادي نحلم بتعابين بتجري ورانا، على طول احلم انني واقعة. طيب يا ماما، انت بتشتكي مفاصل رجلك، برجلك من تحت؟ كانت رجليا وظهري. بتحس ان انت ماشية على شوك؟ كنت بحس بافرازات من تحت. طيب يا ماما، انت بتحس همدانة ونايمة، مش بقدر اقوم اعمل حاجة. بس طبعا اكيد حضرتك لازم مثلا، يعني حضرتك مثلا رحتي طب لدكاتره، رحتي مثلا لدكاتره قبل كده ولا حاجه مثلا؟ لان ده مثلا حاجه عضويه مثلا، هنفترض ان هو مش سحر ولا عمل، هل مثلا رحتي لدكاتره وقالوا لك ان ما فيش اي حاجه مثلا؟ لا، ما فيش اي حاجه. يبقى طب بص، ماشي حضرتك، بص انتظر الاجابه ان شاء الله من الشيخ مندور. اتفضل يا شيخ مندور. بص، الحاجه ديت هي في اعراض نقص عندها، بس دي عندها سحر معقول ومخطئ على سحر اللي عمل مشاكل معاه. عشان السحر يوصل لابني لازم يكون انا قبل ما اخلف العيل يكون عندي سحر، بيسموه سحر وراثي، ان العيل في بطن امه شرب من الدم بتاع الحيض اللي هو في بطن امه، تمام، وهي مسحوره، تمام. فالعيل اتولد، امتى يشتغل السحر مع الطفل؟ بعد 12 سنه يكون المناعه اشتغلت، يبدا يهاجم المناعه، في مشكله في جسمي، في مكروب، يبدا الجهاز المناعي يعمل اشارات، يضرب اشارات، يحرك، يقول في مشكله، يبدا الجهاز المناعي، يبدا الجنود بتاعته تحارب ايه؟ نعم. السحر يقعد 12 سنه، بيقعد بال 18 سنه، يقعد بال 20 سنه، يسبب امراض حسب نوع السحر، ان كان سحر بنجاسه، ان كان سحر باي حسب ما موكل السحر. السحر طب معلش، هو السحر المأكول ده بس يعني هو انت شرط ان انت حد ياكله لك، ولا ممكن تحلم في المنام ان انت بتاكل؟ عشان لا بصراحه انا شغال يومين ثلاثه باكل. لا يا سيد سنة الفاضل، اولا السحر المأكول ده لازم شخص من الاشخاص يحط لك في الطعام او الشراب. طب تكون انت مأمن له، واحد بيعزمك، حد بيعزمك من الاقارب في عزومه، في حد من اي حد يعني حاسدك حقدك على شيء وكارهك، بيحط لك في طعم انت من غير ما بتحس. تاكل، امتى يشتغل؟ بعدها بشهرين ثلاثه تبدا تتخنق، تبدا يحصلك زهقه، تبدا صداع متواصل، كوابيس، رشفه في اعصابك، توتر على طول، بتعارك في البيت علاقتها في الاسباب، مشاكل. تبدا بقى ايه؟ بطني، نروح للدكتور فلان يقول لي لا، ما فيش حاجه، خد للاثنى عشره، خد انت عندك مكروب حلزوني، خد مش عارف عندك ايه، ناخد في عليقه كتير وما فيش فايده. نفس المشكله، وجع معدتي مش نافع معايا علاج. طب واللي في المنام؟ طيب اللي هو في الحلم بقى، احنا بص بقى، ايوه حضرتك قلت ان اللي بيحلم وهو ان هو بياكل بيبقى الخادم. ما هقول لك يا ست الكل، انا اجري وقت عشان احلم ان انا باكل، لازم أن اكون انا مسحور سابقا. يعني ده في سحر اصلا قبل كده، فده ادى مثلا للمجال ان انت خلاص. الله يفتح عليك، لازم اكون انا بقى. ايوه لازم اكون انا ايه؟ واكل سحر، وكنت انا من اتعالج من موضوع السحر، بس لما اتعالجت ما اتعالجتش كويس، لسه اثر السحر موجود عندي. فكان بيحصل لي حاجه اسمها اطعمه مناميه. اطعمه منامية. يحصل لي بقى مثلا شرب، او يجي لي على هيئه نغزه زي ابره او دبوس، او شم ريحه بخار مثلا، ان هو مش عارف يتوصل لي من ناحيه ايه، يخليه يشمني اي حاجه من ريحه العطور. تمام، ياكلني مثلا، انا بحب والدتي مثلا، يجيب لي ان هي بتاكلني، بيجي لك على الحاجات اللي انت بتحبها. تمام، دي لها برنامج بتتواجه، بتعمل لك برنامج وقايه عشان ما تاكلش في المنام. بس ده بيجي امتى؟ مع الانسان اللي عنده سحر مدفون. ليه بقى؟ السحر المدفون بيبقى له اشارتين، اشاره خارجيه واشاره داخليه. اشاره في القبر جن خادم بره، واشاره في البطن. التليفون من غير خط ينفع يشتغل؟ لا طبعا. هكذا السحر المدفون ما ينفعش يشتغل الا ما يبقى فيه اشاره داخليه في الجسم، في ممر داخل ليه. طب انا ماليش، انا ما فيش اشاره داخليه، هشتغل ازاي؟ صح، هيخترق الجسد ازاي؟ ما هم ما فيش حاجه في جسمي. طب قبل ما ندخل على طرق علاج السحر، خلينا ناخد استاذ محمد بس من البحيره. اهلا استاذ محمد. الو. طب يبدو ان الاتصال فصل، شكرا، تواصل معنا مره ثانيه. طيب اتفضل. بقول لحضرتك، طب احنا في حاله ما هو خلاص هو السحر حصل وهو خلاص جوه بطنه او ماكول زي ما حضرتك قلت، انا ابدا اعرف ازاي او ايه العلامات اللي تبين ان انا معمول لسحر مدفون؟ اشتكي من معدتي على طول. لا مدفون، يبقى انا كده احس بصداع، بيجي لي زي نغز في راسي من ورا. ايوه تمام، بشوف مقابر، تمام، بشوف جثث، بشوف جماجم في المنام، بشوف اشباح، تخيلات على طول اللي انا بموت،
حاجه بتخنقني على طول، على طول اجي عند وقت المغربيه ومش شايف الدنيا قدامي. تمام، اصحى من النوم احس لا مؤاخذه كده قدام عيني ضباب شبوره. تمام، على طول كئيب، على طول في توتر. لو سمحت حد بيزعق عن ميت بيحصل لي فزع. لو مثلا البيت عندي مثلا بيعمل اكله سمك ما اقعدش في البيت. تمام، كل الحاجات دي بتدل ان في مشكله، مع على طول ان في وجع في جسمك على طول. أيوة. السحر المدفون ده اسمه الموت البطيء. بيموت الانسان بالبطء. حسب ما السحر بقى مكلف، لان السحر بيعمل لك السحر ده بياخد حاجه من اثرك. ماشي، او صوره، او صوره، ويكتب عليها مثلا سرطان، موت. أيوة. كراهيه، كل الحاجات دي، فراق، حاجات كده. انا حسب ما هو عاوز يعمل. أيوة. مثلا انت يا استاذ، انا مثلا كاره الاستاذه فاطمه، ماشي، كارهها، اخذت حاجه من اثرها، اكتب بقى مثلا كذا واكتب كذا واكتب كذا، وبيدفنه وبيحط عليه خادم سحر. خادم سحر. خلينا معلش ناخد استاذه امال من اسكندريه. اهلا وسهلا استاذه امال. اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. اتفضلي حضرتك لو في اي استفسار او سؤال للشيخ مندوق. ايوه، انا عايزه اكلم الاستاذ الشيخ. انا حضرتك متجوزه بقالي 15 سنه، واول ما اتجوزت يا دوبك 5 سنين عدوا كانت شقتي متوضبه. يا دوبك 5 سنين لقيت تشققات في شقتي كلها. ايه اللي ايه حضرتك؟ تشققات. بيت حضرتك شقوق في الشقه. اتفضلي. لقيت البيت الشقه كلها بعد 5 سنين اتهدمت كلها. نقلت من الشقة لحد ما جوزي برضه كانت وحشة جدا، طلع من الشركة والدنيا اتحدثت معايا. يعني عدت جدا لحد ما رجعت شقتي تاني، وعبال ما بنيتها عدت فترة ورجعت بعدها. لسه بادئة اعمل اهوت، والله اكبر. اول ما جيت اعمل يعني قعدت 13 سنة، يعني عايزة اقول لحضرتك كانت هدومي على الارض طبعا بالله. بعدها بعد ال 13 سنة قبل ما جيت اعمل جالي ميدعنة الم في صدري جامد. كنت بموت، كنت باجي اطلع من شقتي يعني اطلع مشوار بره ارجع اترمى في الارض، بروح اكشف يقولوا لي عندك ارتجاع في المريء، عندك حاجات كتير، وما كنت اخد لها علاج وما بتجيبش نتيجه. تمام حضرتك، تمام حضرتك. يعني طبعا يعني ربنا يا رب يصلح حالنا وحالك يا رب ان شاء الله. تابع الشيخ مندور ان شاء الله هيجاوب على حضرتك. وبرده زي ما عايزين نقول ان احنا لو حد حابب يتواصل بالشيخ مندور ان شاء الله هتلاقوا الارقام موجوده قدام حضراتكم، سواء على الواتساب او على الفيسبوك ان شاء الله، او مكالمات هاتفيه. اتفضل الشيخ مندور. عشان بس نخلص موضوع السحر ده السحر ده القصه كبيره. في سحر ماكول، في سحر مشروب، سحر في سحر مدفون، في سحر معلق، صح، في سحر على النجوم على الكواكب. ماشي، في سحر متعلق في الطيور على الهواء. ماشي، الاسحار دي كلها ممكن تكون بكذا وظيفه. بس بحسب ما الساحر عامل المشكله. انا مثلا كارهك ومش عاوزك توصل للعمل، ويعني كاره كل حاجه فيك. بعمله متعلق، بعمله على النجوم، بعمله مدفون عشان تقدرش توصل. بس اديك معلومه بقى، يعني دي بقى بعد خبره يعني طويله في المجال ده. اتفضل. انا مش عارف اوصل للسحر المدفون. ايوه. او السحر اللي على النجوم على الكواكب. انا اموت لو انا قلت كده، يبقى انا كذبت كلام ربنا قال موسى ما جئتم بالسحر ان الله سيبطله. صحيح. تمام. طب ايه العمل بقى؟ فكره العمل بقى، انظف المعده والجسد من السحر الداخلي. ايوه. اذا نظفت الجسد من الكامل ونظفت المعده ونظفت في كل شيء، السحر اللي بره مات كده. وده طبعا مش هيكون غير من معلق بالقران او رقي شرعي. اهم حاجه رقي شرعي. طبعا يعني زي ما بقول عشان وقت البرنامج يعني خلاص، والحلقات الجميله والحلقات المهمه دايما بتعدي بسرعه كده. عايزين نصيحه كده سريعه تقدمها للناس. والله النصيحه اولا عشان بس الناس تبقى واخده بالها من الحته ديت، احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت، انا بعد ما طلعت من الحلقه الناس بتتكلم انا رحت للشيخ ومعاه خدمه. ايوه يا جدعان، يا مسلمين، يا موحدين بالله. أيوة. مفيش حد اللي يقول لك انا معايا خدمه مسلمه ده راجل بيستعين بجني. هو مش افضل من النبي. بيقول لك انا جات لي بركات من ربنا، هو مش افضل من النبي، ولا افضل من عمر بن الخطاب، ولا صحيح. افضل من صحيح. ابو بكر، ولا الصحابه. تمام. الروشته النهائيه، عليك بسوره البقره. صحيح. عليك بالصلاه في جماعه، عليك بالفجر، هات ماء وسبع ورقات من السدر واضربهم في الخلاط وحطهم على 20 لتر ميه، واقرأ عليهم الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي 7 مرات، أواخر سورة البقرة أمام الرسول 7 مرات، من 1 لـ9 في الصفات مرة واحدة، الفلق 7 مرات، الناس 7 مرات، الإخلاص 7 مرات، الفيل 7 مرات،
والأدعية النبوية، ثم بعد ذلك ده كله أنت بتقرأ عليها في الماء وتشرب منها وتغتسل يعني. احنا استمتعنا بالكلام مع حضرتك، وطبعا الكلام مش هيخلص لان لنا حلقات اكيد نكمل الكلام فيها. نورتنا يا شيخ منظور، وان شاء الله لقاء متجدد ان شاء الله. متشكره قوي يا محمود لوجودك معنا. اللهم انا نستودعك امورنا وحياتنا ومستقبلنا، اللهم نجينا من الحزن ومن ذنب ومن ذنب يتوقنا ومن ذنب يحبس فرحتنا. اللهم نجنا من كل ما يؤذينا. اللهم اجبرنا جبرا انت وليه وانت مولانا ونعم النصير. اللهم احفظنا واحفظ بيوتنا من العين، عينا نظرت فمرضت فاهلكت. اللهم نجنا ونجي اولادنا وبيوتنا من الحسد ومن العين ومن السحرة. بكده كلامنا وحلقتنا خلصت، بس ان شاء الله لنا حلقات تانية، ومن هنا للحلقة الجاية هناخد بريك ونفصل شوية.